يو السلام عليكم، كي داير اخوتي خواتاتي، كي داير الناس الحباب؟ تبارك الله عليك الله غالي غالي غنموت عليكم اخوت. كي داير الناس اليوتيوبر؟ تحيه ليكم، كنبغيكم صراحه، اسمحوا لي كنغبر عليكم اخوت. اليوم غنجي جبنا معكم واحد الفيديو جديد، فيديو ممتاز لعبد المدام ان شاء الله. غدير واحد اكله زوينه خفيفه فوق العشاء وعصير كما العاده، نتوما عارفين اخوت. تحية ليكم، كنموت عليكم، غالي 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 بزاف. تحية الناس خوتي الجزائر، تحية ليكم، كنموت عليكم تتوما وكنبغيكم قلب صافي خوتي. تحية الناس من طنجة الكويرة، تحية الناس ديال الكومنتير، تحية ليكم، كنموتو عليكم بزاف بزاف خوت وغاليين وكتبقاو ديما في قلوبنا خوت. تحية اختي اللي كاينة في اسبانيا، تحية ليك بزاف بزاف، وتحية ليك من العيون، من مدينة العيون الصحراء الى مدينة اسبانيا. علاش اخوت؟ شحال واحد كيقول لي اخويا رضوان فينا ما كاين طنجة؟ علاش اخوت؟ كنقول لكم انا مازال في العيون، وان شاء الله نهار نطلع الشمال غنصور لكم فلوقات تماك الشمال اخوت. وبيس عليكم وغالي الناس اللي كيبغونا بقلوبهم صافية، الله يخليكم لينا والله يطول في عمركم. وبيس بيس 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 بزاف بزاف، الله يسهل على الجميع، الله يفتح عليكم اللي كتمنى شي حاجه في قلوبه ان شاء الله ربي ما عمرو يخيبو. نتوما ديما كتشوفوا هاد الشرجه مسدوده، علاش كاين ازميت؟ واش شي حاجه كتقولوا نتوما ازميت ازميت يا ازميت؟ فهمتيني اخوت؟ اليوم بغيت ندير معكم فلوغ، شي حاجه اللي كندير انا ومدام، قلت لها شنو ندير اليوم؟ جيت وكنت ناوي باغي ندير فلوغ دابا، الفيديو غيترمى غدا ان شاء الله الجمعه، غدا تلقاه واجد. ونهار الحد ان شاء الله تبع معايا اخوتي واحد الفيديو اخر، شي حاجه طوب. المدام غدير شي حوايج زوينين، ما بغيتش دابا نبين لكم، تنهار تجي وقت نهار الحد ان شاء الله تشوفوا شي حوايج. يا سلام اخوت، تبارك الله، عندي المدام ديالي حرفه في يديها، عندها واحد الحريفه زوينه. وان شاء الله دابا نرميه لكم، ان شاء الله عجبتكم شي حاجه ولا هذه، ومازال نخلي النمره ديالها اللي بغى شي حاجه ان شاء الله غنلقاو نمرتها ان شاء الله، ولا النمره ديالي انا غتلقاو ان شاء الله في فيديو الاخر. عندي نمرتي اللي عجبتو شي حاجه عيصوني عليا، ان شاء الله عجبتو داك الديكور اللي غتصايبو غتبقى تصيفطولو من هنا. والله يسهل عليكم، عاونونا باللايك لايك لايك لايك، وبارطاجيو خوتي بارطاجيو، وانتوما غالي الى لقاو معايا وتابعوا معايا هذا الفيديو. كوم خوتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش كتعاودوا؟ كلشي بخير؟ اليوم جيتكم بواحد الاكله زوينه ولذيذه وبسيطه بزاف بزاف، والمكونات ديالها موجوده في كل بيت. نحتاجوا اول حاجه 3 ديال البطاطس متوسطين، ما يكونوا كبار بزاف ما يكونوا صغار بزاف، مسلوقين بشويه ديال الملح والماء. نحتاجوا جوج فرماجات متلتين، انا عندي البنات تقدر تسلو منو اي نوع بغيتو. وعندي جوج معالق ديال مايزينا او النشا كبار متلتين مزيان. اول حاجه غادي ناخذ الاناء ونضيف البطاطا وغنضيف على جوج فرماجات وغادي نمعسوهم مزيان تيتخلطوا لنا جميع المكونات. كيفما شفتو غادي نخلطوهم مجموعين ونكملو الفيديو. كيفما كتشوفو اختي، من بعد ما خلطنا الفرماج والبطاطا مزيان، غنضيفو جوج معالق ديال النشا كبار ممتلئين مزيان. اختي النشا ديروها على حساب البطاطا اللي غادي تستعملو، انا درت غير 3، الا كثرتو البطاطا اكثر تزيدو النشا. وتشوفو معايا في الاخر هاد البطاطا غادي تولي بها الشكل ديال العجين في الاخر ديال الفيديو، خليكم معايا. كيف ما كتشوفوا اخوتي، هنا جمعت دابا العجين. سمحوا لي كبيره نسيت ما قلت لكمش بلي كنضيفوا له ايضا جوج معالق ديال الطحين كبار ممتلئين، سمحوا لي نسيت ما قلتهم لكم قبيله. المهم دابا جمعنا العجين غادي ندلكوه، راه نختيش غير البلاستيك هادي، ما عنديش بلاستيك الاخر. المهم تقدروا دير تعملوا البلاستيك يكون نقي وصافي، غادي نضربوه بالمدلك وغادي نقطعوه بهذه القطعه هادي. انا عندي هذا الحجم هذا، تقدروا تحتاجوا تخدموا باي حجم بغيتوا. والتزيين غادي ناخذ معلقه صغيره ونقطع ويد ديال السنان هادو باش غادي نزينو البطاطا ديالنا.
اللي قلت لك بحال شي حلوه عاديه تدلك لينا، بس تكون غليظه بزاف وما تكون رقيقه بزاف، ونقطعها بالقطع كيف ما كتشوف اخوتي. بعد ما دلكتها وقطعتها دويرات غندي العوينات على هذا الشكل، تقدر ديروا اشكال بغيتي، تقدر ما ديريهمش كاع، وغنديروا لها فيما بالمعلقه على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا اخوتي، كتجي ضاحكه كيف ما كتشوفوا اخوتي. وغادي ندور مقلاه فيها الزيت ساخن تكون سخونه مزيان، غنضيف عليها بطاطا تقلى، وخليكم معايا باش تشوفوا الشكل النهائي. كما كتشوفوا اخوتي البطاطا ديالنا راه وجدت، غادي نقدمها لكم في الاخير. الان غادي نحضروا العصير، غنحتاجوا فيه نصف لتر ديال الماء، غنحتاجوا تفاحه كامله بالقشور ديالها، غنحتاجوا بنانه، غنحتاجوا حامضه كامله بالقشور ديالها، وربعه ديال المعالق ديال السكر سنيده. تقدروا تضيفوا السكر حتى تنقصوا نتوما والحلاوه اللي كتبغيو. غنضيفوا الحامض وغنضيفوا البنان، غنضيفوا التفاحه، غنضيفوا السكر سنيده، ونضيفو نصف لتر من الماء، وغادي نطحنوهم. اللي غادي نطحنهم غادي نصفيهم، خليكم معايا. كيف ما كتشوفوا اخوتي هذا هو الشكل النهائي العصير ديالنا، كيجي لهذا الشكل هذا، زوين ولذيذ وصحي وفي المنفعه بزاف. انتم عارفين المنفعه ديال الديسير او ديال الحامض، كيجي زوين بزاف بزاف. تقدروا تضيفوا كما قلت لكم السكر تبغيتوا حلو او يكون حامض نتوما والذوق ديالكم. وهذه هي البطاطا ديالنا اللي كتجي على الشكل هذا. غنضفت لكم حتى هاد الدور تاع العيش كنشف الجا، وقدمت معاهم بصوص حار ودرت معاهم مايونيز. كنت تقدروا تقدموا معايا صوص بغيتو، بالصحه والراحه وشهي طيبه وبالتوفيق للجميع ان شاء الله. وكنتمنى ان شاء الله توصل الفيديو هذا لاعلى مراتب، وتقدموا ديما تكونوا معنا في الفيديو القنوات ديالنا، ويعجبكم الفيديوهات اللي كنديروا المحتوى اللي كنستعملوا في القناه ديالنا. تبارك الله عليكم، وغنتمنى ان شاء الله نرد لكم في لي كومونتير. تبارك الله عليكم. I don't know where I am, I don't know where you take me, I don't know where you take me. I just follow your trail and I'm losing your mind and I'm losing your head. Let me escape from this unlove, cause I'm